ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وبنروح لسيرين اللي كانت واقفة جنب قبر والدتها وهي بتبكي، وبقى وشها شاحب جدا من شدة الحزن على والدتها. فقال لها سيلين: قوم يلا يا سيرين، كفاية كده، الوقت اتأخر والمكان بقى عتمة. مش قادرة امشي واسيبها هنا لوحدها. معلش يا سيرين، هنبقى نجيلها دايما، قوم يلا. وكانت سيرين هتقف ولكن حست بدوخة، وكانت هتقع ولكن لحقها سليم بسرعة، وبقت ايده ملتفة حوالين وسطها، وفضلوا كده لعدة ثواني. فحاولت سيرين تقف تاني، وقال لها سليم بحنان: حطي ايدك على كتفي واسندي عليا، انت مكلتيش النهاردة خالص عشان كده حصلك هبوط. وتسندت عليه لحد ما وصلوا للعربية، ففتح سليم الباب وساعدها عشان تركب، وركب هو كمان ومشي بالعربية. واتكلم وقال: أنا قاعد في فندق، إيه رأيك أحجز لك أوضة في نفس الفندق والصبح نروح لمنير؟ ممكن توديني الفرح؟ هتروح الفرح ليه وكمان الوقت متأخر؟ خايفة عليها قوي وعلى ابنها من فارس، لازم أكون جنبها. بس انت يا سيرين هتقدر تعملي لها ايه؟ ولا نسيتي ان ده جوزها؟ ما نسيتش، ومع ذلك مش هسيبها. ووضعت ايدها على الباب عشان تفتحه، وقالت بدي: هتوديني ولا انزل اركب تاكسي؟ خلاص خلاص هوديكي، بس هنعدي على مطعم عشان تاكلي الاول. لا مليش نفس، انا مش بسألك على فكرة. واخدها سليم ودخلوا المطعم فخم جدا، وقعدوا على ترابيزة. وبعد شوية جه الجرسون عشان ياخد طلبهم، فقال سليم: هتاكلي ايه؟ اي حاجة. خلاص هتاكلي على ذوقي. فوافقت سيرين وطلب الاكل. وبعد شوية لاحظ سليم شروط سيرين، فنادى عليها وقال: سيرين. نعم. انا لسه بحبك وعايز اتجوزك. معلش يا سليم، بس مش قادرة اتكلم في اي حاجة دلوقت. انا كل اللي عايزه منك انك تفكري وتبقي تردي عليا، ومش عايز ردك دلوقتي خالص. ان شاء الله. وبعد وفاة والد فارس، وفتح المحامي الوصية واثبتت ان فارس هو الوريث الشرعي، استلم فارس جميع شركات والده وعقاراته، ورجع فارس بيته بعد انتهاء عمله في الشركة، ودخل لقطه ولقى فرح نايمة على سريره، فغير هدومه وراح عشان ينام جنبها، ولف ايده حواليها وحضنها، ولكن سمع صوتها وهي بتهلوس باسم منير، فغضب بشدة وحس بان عروقه برزت ودمه بقى يغلي، فهزها بشدة وهو بيصرخ فيها وبيقول: فرح فرح. وبرغم صراخه ما حستش فرح، فوضع ايده على وشها ولقى حرارتها مرتفعة جدا، فحس بوجع في قلبه هو نفسه، مش عارف ايه مصدره او حتى سببه، ولكن اتصل على الطبيب عشان يجي بسرعة. وبعد شوية رن جرس الباب وراح فارس عشان يفتحه، ولكن انصدم بسيرين هي وسليم واقفين قصاده. وقالت سيرين بغضب: مالك متفاجئ ليه؟ وبعدته ودخلت بدون اي استئذان. وفضل فارس وسليم يبصوا لبعض فترة لحد ما قطعتهم سيرين وهي بتقول: قولي فرح فين؟ وسكت فارس لانه مش عارف يقول لها ايه. فقالت سيرين بخوف: فين فرح؟ قالت كده، ولكن قبل ما يرد فارس خبط الباب للمرة التانية وفتح، ولكن المرة دي كان الطبيب. وقال فارس: اتفضل يا دكتور، المريضة فوق.
فوقفت سيرين في وش فارس وقالت بأعلى صوت: انت عملت الفرح ايه يا حيوان؟ حس فارس بالإهانة واحمر وشه وعينيه من شدة الغضب، وقرر انه يعلمها الأدب بسبب لسانها الطويل، ورفع ايده عشان يضربها، وقبل ما يلمس وشها لقى اللي ماسك ايده وبيمنعه عن سيرين واللي كان سليم، وقال له بغضب: انت ازاي تتجرأ انك ترفع ايدك عليها؟ طب يلا يا حلو، خد حبيبتي القلب وخرجوا من بيتي. قال كده وبص لهم بنظرات شر، واخد الطبيب لفوق عشان يكشف على فرح. فقال سليم: يلا بينا من هنا. هو انت فاكر اني هتسيب فرح لوحدها مع الحيوان ده؟ انا طلع اشوف فرح مالها. بس يا سيرين، قطعته سيرين ومهتمتش بكلامه، وطلعت على السلم عشان تشوف فرح وتعرف سبب مجيء الدكتور. وطلعت سيرين وفي نفس الوقت لقيت الدكتور خارج، فدخلت هي بدون ما تهتم لنظرات فارس، ولقيت فرح نايمة ومش حاسة باللي حواليها، وبتمتم بكلام غير مفهوم بالمرة، وبشرتها وملامحها ظاهر عليهم التعب وبتترعش من وقت للتاني. فوضعت ايدها على وشها ولقيتها سخنة جدا، فجريت بسرعة وجابت مية باردة وقعدت جنبها وهي بتعمل لها كمادات عشان تنزل درجة الحرارة. وبعد شوية جالها اتصال وكان من سليم، فردت سيرين وقالت: ايوه، مش هقدر اسيبها. امشي انت يا سليم، وانا بكرة هرن عليك نروح لمنير. ايوه، عارفة ان جلسة الحكم بعد بكرة. ماشي، سلام. وانهت الاتصال ورجعت تكمل اللي بتعمله. فدخل فارس وهو غاضب جدا بسبب تصرفاتها، ولكن بقى هادي بمجرد ما شافها قاعدة جنب فرح، واتكلم بهدوء وقال: بتعملي ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ حرارتها عالية جدا عشان كده بعمل لها كمادات. يعني هتبقى كويسة؟ وانت ليه محسسني انك قلقان عليها؟ لا مش قلقان، ومش فارقة معايا اصلا. قال كده وخرج ورزع الباب وراه وساب سيرين تنام مع فرح، وراح هو عشان ينام في أوضة تانية. وفي الصباح قبل ما يمشي لشركته دخلوا الأوضة عشان يطمن على فرح، ولقى سيرين نايمة جنبها، فقرب من فرح ولقى ملامحها هادية، ووضع ايده على خدها ولقى حرارتها نزلت، فابتسم وحس انه عايز يبوسها، وقرب من وشها بهدوء لحد ما بقت انفاسهم واحدة، وبسها من شفايفها برقة، وخرج من الأوضة قبل ما يحسوا بيه. وبعد شوية وصل لشركته وبدأ في متابعة عمله، فخبط الباب ورد وقال: ادخل، في واحد عايزك بره يا فندم. ما قالش هو مين وعايز ايه؟ لا، هو قال ان في بينكم عاد. ماشي، دخلي. وخرجت السكرتيرة ودخل شخص بصيله فارس بابتسامة خبيثة وقال له: جيت في معادك بالظبط. وسكت ومردش، فقال له فارس ببرود: مالك مبوظ كده ليه؟ وعفريت الدنيا ركباك. قعد الشخص ده وبص لفارس بغضب شديد وخبط بايده على المكتب واتكلم وقال: انت عارف لو حاولت تمد ايدك تاني على سرين انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا حاولت امسك نفسي امبارح، مش كفاية بساعدك في بلاويك السودا؟ بص له فارس بنظرات نارية وقال له ببرود: ما ساعدتنيش ببلاش، واخد مقابل لكل حاجة عملتها. يا ريتني ما ساعدتك، يا ريتني خلتني خنت صاحبي وعشرة عمري ودخل السجن بسببي. لو سيرين عرفت اللي عملته في اهلها هتبعد عني ومش هتسامحني ابدا ومش هشوفها تاني. يا ريت تعرف انت بتكلم مين، وصوتك ده ما يعلاش. انا مش جاي اتكلم معاك في حاجة، انا عايز بقيت فلوسي. فبصله فارس بابتسامة خبيثة وقال: امال عامل فيها ندمان ليه؟ انا نفذت اللي انطلب مني، يعني لازم اخد حقي.
وطلع فارس دفتر شيكاته من الدرج ومسك القلم وبص لسليم باستهزاء وهو بيقول: احنا كنا متفقين على 10 مليون صح؟ ايوه بالظبط. فمضى فارس على الشيك ومد ايده واداه لسليم وهو بيبص له بنظرات ضيق، فاخده سليم وبص له لدقايق ورجع وبص لفارس وقال له: كده تمام واللي ما بيننا انتهى. فضحك فارس بصوت عالي مستفز وهب سليم واقف قبل ما يفقد اعصابه وكان هيخرج، ولكن وقفه فارس وهو بيقول له: عدي خد حبيبتي القلب من بيتي عشان بتحشر مناخيرها في كل حاجة ما بيني وبين مراتي، وده غلط عليك وعليها. بص له سليم بنظرات نارية كلها غضب وسابه ومشى بدون ما يرد. وبعد ما خرج افتكر فارس مرض فرح وقلق عليها جدا، ولكن قطع شروده اتصال هاتفي ورد وقال: الو تعالي لي انا في المكتب، عايز اسالك على الولد. ماشي هستناكي. وبعد شويه خبط الباب ودخلت وقربت من فارس بمنتهى المياعه والدلع ولفت ايديها حوالين رقبته وهي بتقول: وحشتني قوي يا فروستي، ممكن اعرف ايه اللي اخرك ده كله عليا؟ كنت مستنيك بفارغ الصبر. معلش كان لازم اخلص المهمه اللي انت اديتها لي واهو جيت لك على طول. وقربت منه وبسته وهو كمان بسها بشده ورجع قال: ها وديتي منير فين؟ ولحد هنا خلص الموسم الاول من قصتنا. يا ترى سلمى ورامي هيقدروا يحافظوا على منير ويعاملوه كابن ليهم؟ وتفتكروا منير ايه هياخد حكمه في قضية قتل رندا، ولا ممكن يطلع براءة؟ ونسرين ممكن ترتبط بسليم ولا لا؟ وايه هيحصل لو عرفت اللي بينه وبين فارس؟ وفارس ممكن يكون بيحب فرح وهو نفسه مش عارف ومش قادر يستوعب مشاعر زي دي. وفرح تفتكر الموسم الثاني بتاعنا هينصفها ولا لا؟ كل ده في الموسم الجديد بإذن الله، واللي أحداثه تحفة بجد وهتعجبكم جدا بإذن الله. استنوني في حلقة جديدة، وكل سنة وكلكم طيبين. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.